بفكر فيكي. صحيح؟ كنت بسأل نفسي ليه البنات اللي زيك مدوخين نفسيهم؟ أمال عايزنا نعمل إيه؟ ندور على عربية نركبها. بقالنا ساعتين بندور. قول لنا بقى هنركب إمتى؟ لسه بدري. كمان شوية هتيجي العربيات. طب إذا ما كانش عندك مانع نقعد هنا نستنى شوية. الله. اسمع، معاك حاجة أسلك بيها أسناني؟ سنتي فيها قشاية بتوجعني. أي احنا لسه عملنا حاجة؟ علشان مش هنلاقي نفطر. ما تفكرنيش. بتاكل؟ بتاكل ايه؟ سبانخ. هيكون ايه؟ ما شفتيش جزر خالص قبل كده؟ بس انا ما بحبوش. بتحبهوش؟ اعمل ايه؟ انا بحبه يا ست. عاجبك كده؟ العربية راحت من ايدينا. طب ايه العمل دلوقتي لو معرفناش نوقف عربية؟ ما تخافيش هيوقفونا. الحكاية ازاي الواحد يعرف يشاور لهم؟ انت خبير في المسألة دي؟ الا خبير. هو انت مفيش حاجة ما تعرفهاش؟ لا مفيش حاجة ما اعرفهاش.